السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كسطان. قبل مشاهدة هذه الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بجديد العملات الرقمية والتداول بصفة عامة. كذلك لا تنسى متابعتنا على صفحتنا على الانستغرام، هناك تحليلات وأيضا توصيات مجانية للستوك والعملات الرقمية. لكي لا أطل عليكم، في هذه الحلقة سأعطيكم بعض العملات الرقمية التي سيكون بإذن الله لديها ارتفاع وصعود بعد تعافي وصعود البيتكوين إن شاء الله. هذه العملات سجلوها عندكم وتابعوها، وإذا كانت أو كان USDT ورصيد قوموا بشرائها، فأكيد إن شاء الله سيكون لديها ارتفاع كبير وجيد جدا إن شاء الله بعد البيتكوين. أوكي، عملتين فقط. العملة الأولى هي عملة ستاكس STX، سعرها 1.19، الماكس سبلاي 1.818 مليار، والتوتال سبلاي 1.352 مليار. طيب، الماركت كاب يقدر ب1.5 مليار دولار، وهذا رقم جيد إن شاء الله، وسيكون فيه ارتفاع بعد تعافي البيتكوين بإذن الله. ومشروع عملة ستاكس هو بكل بساطة حل بلوك تشين من الطبقة الأولى، مصمم لجلب العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية إلى البيتكوين. يتم إحضار هذه العقود الذكية إلى بيتكوين دون تغيير أي من الميزات التي تجعلها قوية للغاية، بما في ذلك أمانها واستقرارها. وهذه التطبيقات اللامركزية أعزائي الكرام مفتوحة وقياسية، مما يعني أنه يمكن للمطورين البناء فوق تطبيقات بعضهم البعض لإنتاج ميزات غير ممكنة ببساطة في تطبيق عادي. فهذه العملة راقبوها جيدا أعزائي الكرام، فأنا أرى أن سعر 1.19 سعر مغري للدخول في عملة ستاكس، وسيكون لديها إن شاء الله ارتفاع بعد تعافي وصعود البيتكوين. ننتقل إلى العملة الثانية التي وضعتها لكم في هذه اللائحة، وهي عملة اللوبرينج، وهي ما يعرف بالLRC. عملة الآن سعرها 0.89، وهي من عملات الديفاي أعزائي الكرام. التوتال سبلاي الخاص بالعملة 1.373 مليار، والماكس سبلاي 1.374 مليار. الماركت كاب يقدر ب1.189 مليار دولار أعزائي الكرام. وبالنسبة لمشروع اللوبرينج، يهدف ليكون بمثابة قاعدة قياسية مفتوحة لتطوير التطبيقات اللامركزية التي تدمج وتوظف عمليات تبادل العملات المشفرة، حيث يعمل مشروع اللوبرينج أعزائي المشاهدين على عدم طلب من صاحب الرمز المميز إيداع أو قفل ما بحوزته في منصة التداول، إذ وحتى عند عملية التداول تبقى الرموز المميزة على البلوك تشين في عناوينها الأصلية. والمشروع أيضا قابل على شراكات قوية في عالم الكريبتو، ومتوقع إن شاء الله ليس فقط بعد تعافي وصعود البيتكوين، بل على المدى الطويل العملة بإذن الله ستكون فوق 3 دولارات إن شاء الله، ونتمنى ذلك. فأنا شخصيا مستثمر في العملة بمبلغ متوسط، وهدفي فيها فوق 3 دولارات، ولا أستخرج أموالي ولا أبيع أقل من 3 دولارات. بصراحة أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا كانت لديكم أي استفسارات كيفما كانت، اتركها في تعليق أسفل الفيديو، سوف أقوم بالإجابة على جميع تعليقكم. أيضا أعزائي الكرام، لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا الجديدة على الانستغرام، ايضا توجد صفحتنا على التويتر، موقعنا او الجروب الخاص بنا على التليجرام. كل هذه العناوين تجدونها اسفل الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.